خلينا ناخد الدكتور امان الفاخر، عضو المجلس القومي للمراه فرع القاهره. اهلا بك يا فندم، منورانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني قضيه قديمه جديده متجدده معانا، يعني طوال عقود الحقيقه. انا عايز اقف مع حضرتك، احنا ايه موقعنا دلوقتي من هذه القضيه؟ هل في تحسن؟ هل النسب الكبيره اللي كنا بنسمع عنها زمان في دلائل على الارض ان هي بدات تتراجع، وخاصه انا عارف انه في جهد جبار وفي حملات طرق الابواب وغيرها، احنا فين دلوقتي من هذه الازمه؟ طيب خليني ابدا كلامي من كلام حضرتك. هي قضيه قديمه وما زالت، لكن هي جديده وقديمه. هي قديمه لان هي عاده موروثه قديمه في المجتمع المصري، ظلت لفترات طويله مهمشه بشكل كبير من خلال الدوله والمؤسسات والمجتمع المدني بشكل عام. لكن بدا الاهتمام بها حديثا وتسليط الضوء حديثا عليها تقريبا من 2015. يعني عايز اقول لحضرتك ان حمله مناهضه العنف ضد المراه، او حتى بصفه عامه اللي بتبقى احد مظاهرها هي القضيه اللي حضرتك بتتكلم عنها في ختان الاناث، بدات منذ سنوات عديده، لكن تسلط الضوء عليها في المجتمع المصري تقريبا من 2015 بشكل كبير، وده كان مواكب لما تشهده المراه المصريه من اهتمام طبعا غير مسبوق خلال الست سنوات الماضيه بدعم كبير من القياده السياسيه. وزي ما حضرتك ذكرت، العنف ضد المراه الحقيقه ربما في مفهومه الضيق الذي يعني بيتبادر دائما الى الذهن هو عنف النفسي والجسدي. ولكن العنف ضد المرأة لا، له العديد من الأشكال: عنف مالي، سياسي، اجتماعي، العنف في تمييزها لتقلد أماكن مختلفة داخل الدولة وفي أماكن ووظائف مختلفة، العنف في زواج القاصرات، في ختان الإناث، وده كله بيتواكب مع عدم تمكين المرأة على كافة المستويات. علشان كده بنقول إن فكرة أو استراتيجية تمكين المرأة بالنسبة للمجتمع المصري هو علاج أيضا لكافة هذه الظواهر اللي احنا بنشوفها السلبية داخل المجتمع. طب ايه اللي بيحصل على الأرض يا فندم؟ ارجع تاني لقضية ختان الإناث. زي ما حضرتك بتقول احنا لازم نقول انها قضية زي ما حضرتك موروثة. في مشكلة في الدولة، في مشكلة في مؤسسات الدولة لفترات طويلة لم تكن تركز على هذه القضية، فاستمرت وازدادت وتوارثت، والاهالي ما كانوش بيروا في القيام بهذا انها جريمه، يعني هم ما بيشوفوش انها جريمه، بالعكس ده هي كانت بتوصل انهم معتقدين انها حاجه مرتبطه بالجين. لما بدا الوعي يزيد رغم تصريحات الحقيقه يعني شيوخ الازهر يعني على مدار عقود الحقيقه، وكمان مفتي الجمهوريه، ويعني انا شفت تصريحات شديده الايجابيه من المؤسسات الرسميه الدينيه في مصر، ومع ذلك بتنتشر ايضا. لا بس يعني لا شك ان احنا ما كناش في خلال السنوات الطويله ال 20 و30 سنه اللي تكثرت فيهم وزادت فيهم هذه الظاهره، ما كناش بنقدر نخاطب هذا المجتمع باللغه الاقرب لهذا الوعي. مفهوم. النهارده احنا من خلال المجلس القومي للمراه، من خلال المجالس المتخصصه، من خلال المجتمع المدني، اصبحنا نخاطب بلغه اقرب ليهم من كافه الجوانب. بنخاطب دينيا علشان يقدروا ان هم يستوعبوا ان هذه العمليه هي مخالفه وجرمها الازهر والدين، بتخاطبهم طبيا بانها هي لها اضرار طبيه وجسديه على الفتاه، بتخاطبهم نفسيا، وكمان الدوله النهارده بتغلظ العقوبه من جانب اخر. فانت تخاطب هذه الثقافه الخاطئه من كافه الاضرار السلبيه بالنسبه ليها، وايضا الدوله بتقوم بدورها في تغليظ هذه العقوبه. جميل. اصبحت الاعلام النهارده بيقوم بدور، حضرتك بتعرض هذا الموضوع، الاعلام ما كانش بيقوم بهذا الدور سابقا، فاصبح النهارده موضوع او قضيه ختان الاناث، قضيه العنف ضد المراه باشكاله المختلفه، بقت فيه بتغير الثقافه. لابد ان احنا نعترف ان جزء من العنف ضد المراه او عدم تمكين المراه هو مرتبط بعادات وثقافات المجتمع، وبالتالي لابد ان يكون هذه المواجهه على نفس هذا القدر من تغيير هذه الثقافات. الثقافه تحتاج الى وقت، يعني تغيير الثقافات وهذه الموروثات بيحتاج الى وقت، ونحن بنعترف ان اول هذه السبل هو الاعلان، هو المجابهه، وده اللي احنا بنقوم فيه في المجلس القومي للمراه. الحملات اللي بشكل كبير جدا ضد في خلال ال 16 يوم مناهضه ضد العنف ضد المراه، في حملات طرق الابواب مخصصه ومركزه لعشر محافظات من المحافظات اللي بترتكز فيها ختان الاناث بشكل كبير تحت مبادره احميها من الختان. النهارده احنا عندنا كثير من الندوات، اصبح الموضوع معلن
بتخاطب بيه المجتمع كله، طلبة الجامعة بتخاطب بيه ورش العمل، ندوات مختلفة، أنشطة، فعاليات، مؤسسات. جميل، لكن على الأرض يا فندم، وانتوا أنا عارف انتوا بتشتغلوا حملات طرق الأبواب وغيره، وليكوا مندوبيكوا في كل حتة وفي المراكز الصحية وفي الوحدات الصحية في القرى، على الأرض إيه اللي يعني في تحسن على الأرض؟ جدا جدا بشكل كبير، لأن هذه الحملة أيضا بتخاطب السيدات والرجال في مناطق وفي محافظات وفي قرى معينة. لا شك أن في مناطق بترتكز فيها هذه الثقافة بشكل كبير، في محافظات بعينها بتنتشر فيها بشكل كبير. بندي نوع من الوعي، من التوجهات بالنسبة للسيدات، حتى الآباء نفسهم، لأن خلي بال حياتك أن هذه الظاهرة بترتبط برغبة الأب. أحيانا أمهات كتير قوي بتجينا بتقول إحنا ما عندناش رغبة لده وإحنا بنرفض ده، لكن ربما بنكون في نوع من الضغط علينا وما بنقدرش ان احنا نرفض. احنا بنديها كل السبل اللي تقدر تحمي بيها بنتها واللي تقدر المجلس بيها يحميها. وكمان في طبعا النهارده، لان زي ما حضرتك بتقول احنا ما نقدرش ان احنا نعالج على المدى القصير، لكن نقدر ان احنا يكون لنا هدف او تارجت. وده احنا بنقول ان هناك اطلقت اللجنه الوطنيه برئاسه المجلس القومي للمراه ومجلس الطفوله والامومه، اللي بتضع هدف امامها هي حمله القضاء على ختان الاناث بحلول 2030 ضمن الخطط والاهداف الخاصه بالتنميه المستدامه. وطبعا ده بيحتاج لدعم كل الجهات، المؤسسات، منظمات المجتمع المدني، الاعلام زي ما حضرتك كده بتطرح هذه القضيه. كل المجتمع لابد ان يشارك في هذه المظاهر السلبيه التي تخص المرأة. ده فيما يتعلق بالختام. فيما يتعلق بقى بال16 يوم ومناهضة العنف ضد المرأة، لدي معدلات أيضا كبيرة في مصر للتمييز والعنف ضد المرأة. حضرتك طبعا أدرى مني، بس يعني نسب تختلف لكنها تظل نسب عالية وفقا طبعا للمؤسسات المختلفة. إيه الجديد اللي بتقدموه السنة دي كمان فيما يتعلق بحملة مناهضة العنف ضد المرأة 16 يوم؟ طبعا هي احنا طبعا تحت شعار يعني كوني المناهضة العنف ضد المرأة. زي ما بقول لحضرتك هو موضوع كبير، يعني بيتوجه لكل أشكال التمييز بين الجنسين داخل المجتمع، وده بيقع تحت طائلة التمكين الخاص بالمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وطبعا الأنشطة الخاصة اللي بيقام بيها زي ما احنا بنقول احنا بتخاطب جميع المستويات، بتخاطب الطلبة وطالبات داخل الجامعات، بتخاطب في الجمعيات الأهلية، المؤسسات، إقامة المعارض. النهاردة حتى على مستوى مثلا القطاعات أو المؤسسات المختلفة، النهاردة في إضاءة لجميع المناطق السياحية والمجلس القومي للمرأة باللون البرتقالي للتعبير عن مناهضة العنف ضد المرأة. وزي ما بقول لحضرتك هي مشكلة عالمية، خلينا نقول طبعا مشكلة ما هياش. لكن إيه المشكلة الأبرز في هذه القصة في مصر؟ يعني لما بتقعدي تتناقشي مع الناس ومع السيدات، يعني بنلاحظ ان معظم حالات العنف ضد المراه لا تسجل، او انه الست بتبقى مقهوره لدرجه ان هي حتى مش قادره تبلغ، او مش قادره توصل لحد يعينها، او حد يقف جنبها، او حد يحميها من الضرر اللي وقع عليها. ايه المشكله طبعاً الابرز في هذه القصه في مصر؟ طبعا بتختلف على حسب الطبقه والمجتمع اللي بتخاطبه. يعني لا شك ان مظاهر العنف ضد المراه بتختلف على حسب انت بتتوجه الى مناطق بدائيه او شعبيه شويه، او الى مستوى ارقى بكافه اشكاله. النهارده المجلس القومي للمراه كمان في الخط الساخن له بيوفر امكانيه ان المراه تقدر ان هي تتصل بالمجلس القومي للمراه، بيضع لها حلول مختلفه، بيقدر ان هو يساعدها على كافه. نقوله تاني الرقم 15015. هننزله على الشاشة. اتفضلي يا فندم كملي. فأيضا بقى في اتصال بالنسبة للإمكانية التعريف. يعني احنا من فترات من 6 سنوات كانت لما بتنزل انك انت عشان تعرف وتقول لهم المجلس القومي للمرأة مش عارفينه.
لكن النهاردة احنا بنحاول نوصل له ان هناك جهة داعمة بالنسبة للمرأة، هناك جهة بتقدر ان هي السيدة تلجأ ليها، مش بس في موضوع المشاكل فقط، لكن هي زي ما هنقول تمكينها على كافة الأصعدة. النهاردة بتساعد المرأة ان يكون لها وظيفة، بتساعد المرأة انها تتعلم حرفة معينة، انها ترفع من قدراتها، التمكين الخاص. طب معلش، انا عندي ملحوظة هنا، ويمكن برضو حضرتك تصححي لي، ويمكن الدكتورة مايا مرسي كانت أشارت ليها مؤخرا في أكتر من مناسبة. يعني إحنا ما زال لدينا بعض المشايخ، قول البعض مع كل التقدير والاحترام، اللي بيبرر أحيانا قضية العنف ضد المرأة، أو إنه الزوج يلجأ للضرب أحيانا، وبتحصل على من يعني ما يسمى بالعلماء الكبار. أنا بقول البعض ليس الكل، البعض عشان ما حدش يتوقف عند الكلمة، البعض ما زال بيبرر، وعلى بعض القنوات بيظهر أيضا هذه التصريحات أحيانا. وكان في ردود قوية من الدكتورة مايا مرسي، شايفينها إزاي هذه الظاهرة؟ هل ما زال فهمنا، أو هل ما زال فهمنا للدين جزء أساسي من قضية العنف للمرأة؟ ما بقولش الدين، بقول فهمنا للدين جزء من قضية العنف ضد المرأة. قصدي حضرتك الفهم الخاطئ بقى، يعني هو فهمنا الخاطئ للدين. ايوه بقول الفهم الخاطئ. وده جزء طبعا. لا، هو اعتقد هي موروثات ثقافيه، لان الدين الاسلامي والدين المسيحي كرم المراه، واعتقد ان احنا لو كانت طبقا لتقاليد وتمسكنا بتقاليدنا الدينيه، فده نوع من التمكين للمراه، المساواه داخل المجتمع، هو تعزيز لكرامة المرأة. فزي ما حضرتك بتقول، هو فهم خاطئ لهذه القواعد الدينية. وأعتقد أن احنا النهاردة أيضا التوجه الإعلامي بشكل كبير جدا، وفي المؤسسات المختلفة أصبح فيه توجه النهاردة بوضع هذه القضايا بشكل كبير. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة أماني فاخر، عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.